إذينير ما خدات حقا حتى من ماليا لكي داعوا أنه إذينير مازيغي راه الله يهدي ما خلق راه كاين اللي كيحارب هذا الاحتفال اللي هو فلاحي ليس إلا وهناك من يربطه بالدين. حنا ماشي سداج، حنا ما عايشينش في الجاهلية، حنا كنعرفوا بلي هذا النهار هذا راه ماشي عيد ديني ولكن راه عيد ثقافي، راه من التقاليد ديالنا والتقاليد ديال جدودنا. أما الدين راه كنعرفوا الدين، حنا عندنا جوج أعياد، عندنا عيد الفطر وعندنا عيد الأضحى، وحنا عمر أمازيغي ما كيدخلش في الشرك وما كيدخلش في المسائل اللي كتعرقل المسيرة الدينية والمسيرة السماوية. حنا في الأرض كناديو بحقوق ثقافية ليس إلا. راه ما شاء الله، راه كيما درتي راه غادي تلقى مؤيد وغادي تلقى معارض، والمعارضين غالبا كيخرجوا من بيناتنا من ظهورنا كيقولوا أن هاد الأعياد ديال تمازيغ راه غتخلق مشكل ديني، راه غادي تخلق المشكل ديال التفرقة. أش هو من تفرقة؟ أش هو من حنا؟ راه بعاد على هاد الفهم هذا. حنا راه واعيين بقضية ديالنا، راه قضية ديال إذينير وديال الأمازيغي راه جزء لا يتجزا في قضايا الوطنية. الأمازيغية هي أم الأرض، ملي كنجيو نشوفوا حنا الأرض شنو اسمها نمشيو حتى للداخل كنجمعوا نلقاو أرض أمازيغية اسم، لأن الثقافة الأمازيغية والديك الأمازيغية يعني المغرب هو أمازيغي. نتكلموا بكل صراحة، يعني المغرب من شرقه إلى غربه حتى الأرض اللي أنا فيها معروفة بسميت أمازيغ، يعني ملي كنحتفل بالذكرى ديالي لأنه تاريخ كبير ومعروف على الصعيد الوطني والصعيد العالمي. الأمازيغ ثروة كبيرة لا في الشمال ديال المغرب ولا في الجنوب ديال المغرب. كاينين المطالب مازال بحال يعني الجمعيات والنقابات كيطالبوا باليوم باش يكون عطلة باش الناس تسارح وتشوف يعني العائلات ديالها ويزوروا الأحباب ديالهم وكيكونوا الأنشطة بحال هكا. يعني هاد المطالب كاينين وكنترجوا من الله إن شاء الله يكون خير. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.